تبارك الله عليكم اخوتي. الحمد لله كت... انا بس عليكم صبحوا كنتم وليداتكم باش كنتمناو. راه شويه ديال البرد ديال هاد الشرقي راه قلبنا اخوتي وصهد الحراره، كنتمناو ربي يبرد علينا وعليكم. خارج المغرب داخل المغرب، دابا الطيب هو جاي زورنا في هاد العواشر. ايوا حنا صبحنا الحاله كيما اليوم كيف غدا، هذه هي حاله العربيه الحمد لله. راه كتشط مسكينه. ايوا حنا كنشطوا حاجه تا الفريرين كتشط به. نوار انت كتشوفو المهم مسكينة. كيصبح تمويمة نشوف الميمة سعزيز كي يسقي امين 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 حراره شعلي اخوتي مع هذا الشرقي راه هنا كاين هنا اخوتي اخوتي المشاهدين تابعوا خويا الطيب اخوتي اخوتي كاملين وجميع المسلمين تبارك الله عليكم اخوتي وعلى شو بحال كتكون هنا دابا حنا كنخبزو خبيز باش نقربو يسخون مابغيش ندير خليه كنحط نعجنو عاد كنحطو يا ربي هاد البرد تبدل مكانية زيدا بعد شقة ها طرحي وعاد غطيها صحت اخوتي المشاهدين كيديروا لي مسائل وكنتمنى كنكون على خير حبسيو عاد هضريو باش يسمعوه البرد كيهديها تحياتي خوتي المشاهدين كي داير لاباس عليكم نتمنى تكونوا على خير وبخير انتما كما كتشوفوا راه دابا عمتي ومرت عمي راه دابا كيخبزوا سي طيب السلعه راه عاد ننعس باش كملت التصوير عليها نتبعو شي راجل الناس نت بكري ديناها خليته ناعس صورت انا والو ها الله يحفظك عمتي ساعدو ربي راه يساعدك في اي حاجه حطيت فيها يدي الله يحفظك عمتي وليدات المسلمين يا رب العالمين العرايبين مرضي امين الله يرضي عليك انت وليدات المسلمين الله يحفظك عمتي انت وما اه تقول يا ربي خلينا غنحرك الفرا قلت لي خصك تبع لي من دابا غنقول لهم بعدوا عليا الفرا فيشا الصحة تبارك الله طالعة علاه باش يقول له فر المسير شي واه تيخرج خبيزه واه تيخرج واه
خبيزة واعرة تبارك الله انت ام خوت يا واعرة داكشي يا سهل خلاص ام خوت لا يحوجكم اخوتي مرحبا ان شاء الله واش تاكلوا خبز انتم الخوت تبارك الله عليكم اخوتي تبارك الله اخوتي المغاربه في مكنتم تحية لكم عواشركم مبروكة عيدو وتعاونو ان شاء الله بألف خير لوليداتكم شكرا لكم بزاف تحية اخوتي الجزائر عواشركم مبروكة ان شاء الله وليداتكم هنا خوتنا العرب كلكم تحية لكم اليوم راني كنتوجد عند والدي جيت البارح في الليل وتعشينا هنا وكان تصلى ودابا عند المهم ان شاء الله المره غادي نفطر عندها ان شاء الله وكنوريكم العائله ديالي ديالي خليها لكم ربي تخليك لينا بركه ميت خليكم المهمات ديالكم يحفظهم لكم ربي جميعا وترانا ان شاء الله مرحبا العائله جمعات ان شاء الله ربي يعطي التحيه للمشاهدين مرحبا عليكم المشاهدين ديالنا ديال السي طيب وديال السي خديجه وديال انسالي كاملين كنتمنى تكونوا على خير وبخير وعواشركم مبروكه وتكونوا ان شاء الله مزيانين تحيه كبيره لخوتي المشاهدين في ما كانوا تحيه لخوتي المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن خوتنا المشاهدين تبارك الله عليكم وعواشركم مبروكه وتعالوا باش كنتمنى ان شاء الله صحه جيده ان شاء الله للجميع المسلمين دابا حنا ان شاء الله حنا حتى نختاري نفطرو ومعيضه راه عندنا مرحبا بها وبالسي طيب خويا وخواتاتي كاملين مجموعين كنفطرو بسم الله الله يخطيكم علينا وتبارك الله عليكم وكنبغيكم بزاف وكنطلبوكم وكنشوفوكم الوجه نيشان ماشي غير هكا في اليوتيوب ولا خصنا نتواجهوكم نشوفوكم ومرحبا باللي جا عندنا مرحبا به الف مرحبا والباب مفتوح قدامه ولا خطيكم علينا وعاونونا خوتي ابوني جين جين مشاهدتكم تبارك الله عليكم لا خطيكم علينا خوتي تجلسوا معنا بحال هكا في الصين ان شاء الله تصبحوا مع العائله وتعرفوا العائله بالسلام الكبير ان شاء الله عز وجل ان شاء الله يا ربي خوتي العزاز كيف بقيتو لاباس عليكم كدايرين مع الصحة ان شاء الله تكونوا على خير ونشوفكم مبروكة كاملين تعيدوا ان شاء الله باش ما كنتمناو وان شاء الله العام الجاي واللي باقي ان شاء الله جا عندنا خويا وعبوستي وسي العربي الله يحفظك عمي مسكين ديما غالبين عليكم اخوتي وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم ان شاء الله وكنتمنى اي واحد يوصلنا واي وحده توصلنا واللي داخل من برا يجي لعندنا واللي هنا في المغرب يجي عندنا مرحبا به واللي قبل علينا كله مرحبا الله يخليكم لنا خياتي وكنتمنى هاد الجمعيه لكل واحد ان شاء الله ويجمع الشمل لكل خوت وكل خواتات وكل عائله وتبارك الله عليكم وسي طيبه اختي عياده وحنا كنفطر خوتي وبغينا نشوفكم معكم في فطورنا الله يخليكم لينا هدرات خديجة كنا هدرات سعد كيقول انا خادي شخص كيسقيت هضر شويه وتقش حشمي زعما ما غاديرش شي حاجه اللي غنحشمو عليها غير شحال يقطعوا عندي دابا نهضروا مع الناس اللي قالوا شحال يقطعوا ترقد دابا يقطعوا ترقد واخا كمل كتحشم كانت مسكينه لا هنا دغيا لا قلت لها قلتها لسان الوالده ديالها مسكينه بحال اللي واخا تتهضر مسكينه تتهضر دابا وليو يعاودوا الفيديو وليو تاولي معنا الحمد لله ولكن انا ولايه في المتابعين ديالي تحياتي ليها عليها وما نقول معكم غير حاجه زوينه والله يديني معكم في الصواب يدينا معكم في صوره حسنه وماح على خياتي تبارك الله عليكم تبارك الله على خوتي تحيه لكم الاحباب شكرا لكم تفرجوا عليكم لاختكم علينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.